بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا اخوان في مقطع جديد. اليوم ان شاء الله بعملكم صوت طق، اعذروني والله، لكن زي ما قلنا لكم لازم نصور عشان نبي نخلص السلسلة دي بسرعة ان شاء الله. فالحين رايحين نروح المفتاح، الخزنة، خزنة المفتاح، لان عندنا مفتاح واحد اللي بنفك الخزنة نشوف ايش يطلع من هذا. وراح نكمل الشابتر السادس ان شاء الله، ونكمل ربعه وشوي من الشابتر السابع ان شاء الله. اوكي كويس، كلين تشيل. طيب يا اخوان الحين نروح خلاص. طبعا بس اكيد واضح ليش. طيب يا اخوان في حركه مديك تشوف فيها التجميعات، طبعا هذه تونا عرفها، يعني قبل اتوقع امس عرفتها. زي ما تشوفون الحين نجي هنا نضغط ستارت، نروح عند اول خيار. زي ما تشوفون يجيب لك كل التجميعات. زي ما تشوفون عندنا ال اسمها ذي، نسيت اسمها والله، حقت البطاقة التعريفية حقت الشرطة أتوقع 16، بس حرفيا 16 احنا جايبين 6، ويجيب لك اياها بالترتيب. يعني اذا انت راحت عليك واحدة يبين لك من هنا. وزي ما تشوفون هذه النوت الحمد لله كنا جايبينها، وان شاء الله نستمر لما نجيب التجميعات كاملة. وهنا زي ما تشوفون الفراجمنت هذه، حسيت اني ضايع، عندي واحدة ضايعة، لكن الحمد لله الحمد لله كلها جايبها. وهذه ايش، هذه الجريدة زي ما تشوفون كلها الحمد لله، طبعا كلها في التجميع حاليا اللي وصلنا له الان، لكن باقي ترى كثير زي ما تشوفون، باقي لنا 11. زي ما تشوفون هذه 16، اوكي سهلة. ولا تذكرونه الرجال اصلا الغثيث ذا، خلاص الحين نكمل. تشوفون يا اخوان الحين يجي هنا زي ما تشوفون في واحد، الله ياخذ شيطان يا شيخ يا ولد. زي ما تشوفون الحين ايوه جوزيف يتعامل معاهم، انت لا تفكر تسوي ولا شيء، خليك بس عشان توفر رصاص طبعا، لان بنواجه ناس كثيرين بعد المكان ذا. زي ما تشوفون الحين يحرش يجيب ام القبيلة كاملة. وهذا شي كذا بارد يا اخوي، يمشي الناس. والله في تروفي بجيبه حق الماتش، عندي 5 بحاول والله بسرعة. في واحد ثالث، لا والله في احد، خلاص بس دول. اوكي الظاهر تعال، اي والله ذبحهم خلاص كويس. ناخذ ذا بس، هذا عنده شي ولا طفران بعد، يا والله طفران. طيب يا اخوان جهزوا انفسكم، الحين بنخش على عدوين. على كلام الشخص انهم كبيران جدا، هذا اللي يقوله بس انا صراحة ما شفتهم باقي. طيب يلا يا اخوان الحين بنروح نقاتلهم ان شاء الله، يعني نشقهم على السريع. وات تقاسم بسرعة صح؟ يب كويس. نجهز انفسكم لان بيصير داعس حاليا. انا بضبط ذا، بسوي واحدة من ذي، بسم الله، واسوي عندي هذي جاهز. اوكي هذي واحدة خلاص كذا كويس اصلا، بس تخلى نعشق. وين هو؟ ايوه هذا هو، خلاص معشق كويس. الحين بيجي تشوفون يجي هذا وسخ ابو قناع، الله اعذروني على صوتي يا اخوان ما ادري اذا واضح ولا لا، بس يسوون شغل هنا وانا والله ما ودي اوقف عشان شغل. يعني انا اهم شيء اخلص حلقاتي وخلاص، يبي اخلص من السلسلة الجميلة والله صراحة جميلة. يعني تشوفون جمدوا، يعني سوي استراتيجية عادي ومات انا باقي. اوكي اعطيه واحدة كذا،
راس توفى زي ما تشوفون. هم بيجي اخوه طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واو والله طيرني اخر الدنيا، والله خرجني يا اخوان. ايش ذا يا ولد يا ولد، انا ما سويت هذي، ظهر اني استعملتها كلها في ولد. طب كان ايش اسوي؟ والله داري. روق روق يا ولد ايوه حلو، جاني تروف زي ما تشوفون. انتم ما تشوفون طبعا لكن انا اشوف انه جاني. فخلاص ايوه بسم الله خرجت. هل خير؟ ما عليكم عليكم. زي ما تشوفون في تجميع، ناخذ شوي بس ابغى الوت. بسم الله، بس نبي ناخذ رصاص زي ما تشوفون ولا شيء نترك. ما عليكم ان شاء الله ناخذ كل شيء. طيب نتكلم عن اللي قلنا سالفة نتكلم فيها. ايوه ايش ذي الصوت؟ بسم الله، سمعت الصوت اللي قبل شوي؟ ايوه هذا هو. خلو شوي، خلو الحين نجمع الاغراض كي نضبط وضعنا. حط لي كلوت هنا ترى، يعني لو تلوت انت راح تلقى الاشياء دي. لكن انا ما شئت وقفت مكاني وقلت خليني اخلص منهم بس على السريع. طيب الصوت، أيوة نسيت أفصل صراحة. دقيقة بالله ثواني إخوان، نسيت أفصل السماعة. عاد الله يستر، ما أدري إيش صار، طلعت صوت ديك والخرشة الخرخشة ديك ولا لا، لكن إن شاء الله ما طلعت لأن ما صورنا واجد. هنا طبعا زي ما تشوفون في هيل. أوكي أنا عندي هيل فل، والله استعمل أجل، استعمل لك واحدة. خذ لها، خذها. وش اللي خذ لها هذا؟ وش ادري. طيب وش ذا يا اخي؟ خليني بعرف انا وش اظن انها متفجرات. خلاص هبلها. هنا في شيء؟ هنا الظاهر في شيء. لا ما في شيء، مقبرة بس. قبر؟ شو اللي مقبرة؟ هنا يمكن اكيد في شيء. يبقى الحين نرجع لنفس المكان. خلينا نقول خلينا نعود بس. ضعت في الساحة، شو تشوفون هذه التجميعة. بسم الله ناخذها. طيب يا اخوان الافضل انك ما تاخذ التجميعة او النوتة ذي قبل ما تلوت، لان الحين هذا جوزيف بيغصبك انك تنزل معه. زي ما تشوفون ما عندك ترجع ورا، خلاص لازم تشوفه. خلاص الحين نروح المكان الثاني ذا اللي في الصور. الظاهر انهم مطولين يعني بيمر على هذه الصور كلها. نشوف هذه وشو. هذا مراية زفتي ما غيرها. بس هذا هو، هذا ايوه هذا هو اللي بنجي الحين. الظاهر تجي حبة حبة. الله ما ادري، بس هذه نهاية اللعبة. مو نهاية اللعبة، نهاية المكان. نهاية المكان عجبتني ذي، بس المهم اني قمت اتفلسف بزيادة. خلاص هذي واحد وهنا عشرة. ايوه كويس، زين رجعنا تصدقون. فالحين نبي نرجع خلاص، ما احتاج نحفظ طبعا. اللي يحفظ اللي بيحفظ يحفظ. هنا ما في شيء، وهنا برضه ما في شيء. طيب يا اخوان خلينا نشوف الحين من ذا. هنا في واحد كني شفته ولا لا؟ كذا اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان يذكرني في مكان في ريزدنت ايفل 4 كذا في جثث، واذا مش طبعا في الريميك، واذا صقعتهم خلاص تطيح الجثث، واذا طاحت ينزل لك احلى فحيح. اوكي هذا لغز طبعا، لو صار سهل ما عليكم، سهل جدا.
فالحين إذا قدرنا نمشي وما متنا لغزنا صح؟ طب يا اخوان حصل خير، انا مت والله، ما ادري شلون مت، الظاهر اني نسيت شيء، الله اعلم وش عاد. دي خلنا الحين نسترجع مفتاح، والله يقطع الجزيرة دي، خلنا نحل على السريع، خلنا نحل على السريع. هذي نزل الجثة، اوكي هذه الجثة موجودة، وهذه نزل من الجثة. هذه رفع من الجثة الظاهر، عشان انا رحت وهذه باقي ما رفعت. انتظر بس يا اخوان، يا اخوان والله، يعني حتى ذا يعيدك فيه، الله ياخذهم يا شيخ، والله بغيت اروح منساه، يعني قلت بس اتاكد كذا. الحمد لله تاكدت، الحمد لله لك يا رب، والله كويس. طيب على السريع، 9 مشطوبة، شوف 9 مشطوبة، 7 مو مشطوبة يعني شيلوا من الجثة، 5 مشطوبة، 3 مشطوبة يعني نزلوا من الجثة. تأكد بس على السريع، يا رب ما أموت، يا رب بسم الله، يا رب يا رب يا رب. ايوه الحمد لله، الظاهر قلت لكم انا مشيت بدري الظاهر، عشان كذا لو اني ما مشيت بدري وانتظرت لما يرتفع الضريح هذا حقه، كان مو بالضريح، هو طاولة مدري وشو، اذا ارتفع خلاص امورك بالتمام يعني يمشي. طيب يا اخوان نكمل الحين، ندخل هنا طبعا، بودي عند لاب او مختبر، اتوقع مختبر صح، والله ناسي ايش معنى لاب بالانجليزي بالعربي بس، لكن ظاهر انه مختبر. وانتبهوا طبعا في تجميعتين لازم نجيبها قبل ما نروح للبوس، ويب طبعا في بوس، فانتبهوا لا تفوتكم ولا تجميع، في تجميعتين طبعا مهمة او نوتتين. تشوفون هذا هو المختبر، اعطوني رصاص، طبعا بخلص من رصاص على البوس، لازم تشوفون هذا هو طبعا نون مدري نين مدري شمون مذا وزين، هذا اللي قاتلناهم قبل شوي حقين نسيت اسمهم، يا ولد استغفر الله، حاطين صورة مو بزينة، شو اسمه نسيت اسمهم يا اخي، العمالقة ذلك اللي قاتلناهم ما غيرهم، يب هذول هم حاطين لاعبين فيهم يا شيخ بالمختبر. هذا وش رصاص، اوكي نستفيد منه، بسم الله الرحمن الرحيم، والله ما انتبهت لذا يا اخوان. وهذا تعرف طبعا ان هذا اللي بس بيقاتل بعد شوي الكلب، بس دي صراحة انا بضبط وضعي، راح اي هذا جاهزة، والصراحة محتاجها، بس هذي والله انها تصرف واجد، فراح اضطر اني استعمل هذي، كان عندي منها كويس خلاص، خلها كذا كذا. احنا طبعا نلعب بالسهل، لكن اللي ماشي معاه انا العب، اذا انتوا الحين لا تضيع عليكم، يمين ولا يسار؟ اوكي لا يمين، يسار يسار، يمين لا يمين يمين. طيب شو تشوفون معه، هذا هو برضو نوتة، حاضنها حاضن يا اخوي، فك النوتة خلنا ناخذها بس، شو تشوفون هذا هو، هذا هو البوس. طبعا هو فيزين تمام، فيزين يعني لا مو زي السوز، فيزين يعني انت قتال قاتله ممكن خلاص كذا وقف يجي منه، يعني ها مو بواضح زين، ان شاء الله ان شاء الله مو واضح، يعني ان شاء الله مو واضح. زي ما تشوفون هذا هو، عندك الفيز الاول تقاتله، والفيز الثاني يا تقاتله يا تتركه، لكن صراحة الفيز الاول راح، الفيز الثاني راح اقاتله، لان في الاكوم ما راح اقاتله طبيعي يعني، بسم الله انه في الاكوم ما راح اقاتله، لا خلاص حاليا نقتله ونفتك منه. اسمع الصوت، هذا هو مفك، فجهزوا انفسكم الحين، انا جاهز تعال.
اوكي اظهر لازم افك الباب ذا مع جوزيف، اذا فكيت راح يجي هو. Can you get it open? يلا اول ما يجي يفكه هو بيخش علينا الحين من هنا. يا عمي صدق ما اسمع مني شيء، الله يستر عليكم بس فيه اصوات. طيب حطوني يا اخوان على كيف كنت يا كلب. اخذ اللفة كيف شفت كيف ابي اجيبه هنا زي ما تشوفون. اذا جاء هنا نستلم احلى استلام. ايوه يلا 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 يلا. اوه والله رحنا. اوكي رحت فيها انا. اوكي يا شيخ الحمد لله يا رب. ديبه واستلم مات والله سهل الجزر الاول، سهل بالفز الاول قصدي يا ام الليل الصوت هذا قصدي اي سهل بالفز الاول. ايش فينا ضيعت؟ طيب ناخذ هذا نشتري منه عشان نجمده، لكن هذا ما يمدي نسويه اصلا انها غالية والله غالية مرة. شوفوا خمسة الوحدة خمسة يكون سويتها بس الحمد لله. اوكي اعذروني والله على الأصوات، اعذروني يا شباب معلش تحملوا يعني. ممكن تخش ولا كيف يعني؟ اوكي هذا رصاص طبعا ان شاء الله ما يجينا الحين. بعش بضبط وضعي باخذ الرصاص حلو. يلا الحين زي ما تشوفون بناخذ نظارة ذا الأهبل. إذا أم الليل بسوي في حركة. طيب قرب كيف ورا شتت هذا. حلو حلو وش هذه السماعة؟ السماعة مين يا عمي؟ النظارة حقت الأهبل ذا. أيوه فرصة فرصة. مات مات اي والله مات. حلو خلصنا عليه الحمد لله. ما بدا يدمجنا حتى الفز الثاني بس الفز والله دمجني شوي. طيب الحين بنلوت بس في اشياء خفيفة يعني مو بتجميعات، اشياء خفيفة تيجي التجميع بس بالتجميع قصدي بالتختيم، لكن تجميعات شوي نلقاها قدام. ايوه يلا خذ راحتك. ايوه خلصت الحين امشي الحمد لله شكرا. حمد ليش ما بحط لي صناديق ذول؟ وات والله ما بحط لي شيء يا شيخ، ذول بخيلين ولا كيف؟ مش انا العب بالسهل يعني ما تعطوني شيء، لا اعطوني اشياء. اوكي لا حطيني اعطيني وشو هذا؟ يا عيني يا عيني ايوه عز الطلب والله انا ابغى هي اصلا خلقه بس كنت اقول لا يمكن احتاج بعدين. يلا خذها. كويس اني ما رحت والله كويس اني ما رحت وخشيت كذا وتحمست. لما تشوف هذا هو الجرين جيل بغيت اسحب عليه كم يعطيك؟ 7000. لا والله كويس والله كويس يستاهل انك تذبح والله والله يستاهل انك تذبح. لا تسكب ولا احنا نلعب بالسهل فعشان كذا اكيد لازم نذبح يعني ايزي يعتبر فاهمين. لكن كنا نلعب بلاكوم والله بسكب له صراحه ما راح نقاتله مستحيل ما نقدر نقاتله اصلا. اوكي طيب خلاص احنا الحين على نهايه الشابتر بس نجمع كم شيء يعني لما الليل هذا يتعب بسرعه والله مشكله. وصح يعني لو انه خلوه ما يتعب بيكون افضل بس ما راح يكون في واقعية، لكن خلوه ما في واقعية ما في مشكلة اصلا بس اهم شي يجري زي الناس ما يتعب. هنا اتوقع في جرين جل ولا ما هذا يدرس بتحظ يعني ولا كيف؟ والله شفت طلع على ذا غريبة بس كذا روح يعني ما في ولا شيء الله يعيب عليهم. اوكي اصلا دخلني غصب عني.
نشوف خلصنا الشابتر السادس، وصراحة الشابتر السادس والله شابتر يتم الصراحة والله مرة طويل، مرة والله طولنا فيه بزيادة. احنا بدين فيه قبل كم توقع؟ مقطعين اخذ منه. صحيح نروح للنكست شابتر نكمل، يعني بنكمل شوي في الشابتر السابع. أعوذ بالله الوجه والقناع، بنكمل شوي في الشابتر السابع. وصراحة الشابتر السابع يقولون فاخم لدرجة مو طبيعية، يعني لا لا اتركوا البلاد اتركوا هالأمور، لكن لا يقولون ممتع ومرعب بشكل مو طبيعي، لأن راح نقابل فيه أبو خزنة، ما عرفتوه أو اللي اسمه ذا كيبر أتوقع شي زي كذا. أصلا جالس أشوف اسم الشابتر الحين قدامي، ولكن انجليزية مش ولا بد يعني، فأتوقع انه ذا كيبر. ايوه الحين لا تروحون تكلمون هذا، لا تكلمون شو اسمه، نسيت اسمه ذا يا اخي، استحلك بالله اللي هو ذا زبال. ايوه عشان كنت بقولكم ان في تجميع فاخذناها الحين، هذه التجميع هنا، فلا تكلمونه يعني، اذا كلمتوه راح يبدا الكلام كذا، وبعدين يجي الاساس يطيحك تحت كذا. وانت الشابتر، انت قصدي المقدمة، فخلوه شوي نبي نجمع كم حاجة، بيتعب زي ما تشوفون، لكن ما في شيء اصلا التجميعتين ذي الظاهر والله نعلم. لا لا دي صح تذكرت، هنا في رصاص شادين يب حبتين، خلاص نبدأ الحين. بس نتأكد اخذناه ولا لا، مدري فين مؤسسة للدرجة 13 شب هذه. طب يا اخوان كمل، والله يعذروني على الاصوات يا اخي، اقسم بالله عشان كل ما جيت بصور القام يشتغلون. تشوفون هذا جرين جل، خلاص احنا تقريبا النهاية، بس الشابتر ترى مطولين فيه، وراح نقابل الكيبر او ذا كيبر اللي هو شو اسمه البوس الرئيسي في ذا الشابتر، واتوقع ان عليه تروفي الشابتر ذا بعد والشابتر اللي بعده، ما نشوف وقتها. والوحش ذا والذا كيبر ذا اتوقع انكم شفتوه في المقطع اللي فات، معروف هو اكيد معروف، انت اذا اي واحد بس كذا اسمه ذا في الاذن يعرفه، لانه هو تقريبا اشهر شخصية في اللعبة، حتى اللي مو بلعب اللعبة يعرفه، انا ما كنت العب اللعبة زمان كنت اعرفه. فالله يستر منه، واضح انه غثيث، يقولنا يرسب بالمليون مرة. أنا المهم إني حركت خلاص، إني ساكت، بس يمكن في ناس ما لعبوا اللعبة يبون يستمتعون وبنفس الوقت يجيبون البلات، فخلنا ساكتين أفضل. الحين شوف شوف هذا، هذا اللي ما غير اللي يقولون مفقود، مدري وشو اللي شفناه في اسمه ذاك التجميعة، والله يستر لنا 6 تجميعات بس، خليني أتذكرها. لا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ما راح أنساها، كلها قريبة هنا. الحين عندنا هنا ناس، طبعا ناس عجبتني كلمة ناس دي، زومبي قالك ناس، هم لهم اسم بس انا ناسي صراحة. ها دوب يا اخوان، بسم الله ما حرقة والله، قطع من القهر تشوفني سكت كذا، قلت اوف والله حق الحين جبت التروفي وخلاص. طب حق قطع من التوتر يا شيخ، موت موت، شوف كيف شطفته، الله ياخذكم. اه لا والله الفرق راس، والله حلفت شو اسوي يعني، صحني ما كملت لكن خلاص واضح يعني النية، انا حلفت اصلا يعني واضح نيتي واشخاص، خلني دامي حلفت لازم اسويها ولا اكفر، ما راح اكفر صراحة اسوي. بس اوكي اخوان نجي هنا طبعا، هذا كم؟ هذا ابو 5000 صح؟ 1000 شكرا. هذا رصاص سنايبر، اوف ليه؟ بلا انا مفلل،
اتوقع مدينة عشق، مستحيل مدينة عشق. ايه مدينة عشق 5 تذكرت، بس الحين نرجع طبيعي. المسدس هو الريفولفر اسطورة، ذا مخاوينا من الشابتر الاول صح، لان من الشابتر الثاني اتذكر، مو الاول، الاول ما كان فيه فايتات. طيب الحين شنو نروح يمين؟ الحين نروح يمين، هاي بيصير لنا بس كل شيء يخوفنا وكذا. كسرهم هذه الإزازة تشوفون، وقف الشمعة تفضل صافي. عن نفسي خفت، لا والله خفت صدق، قلت في النور راح، تذكرت اني قفلت قفل اللمبة حقتي والفانوس. كسر هذه العدرة، تعطيني شيء يعني؟ ما يعطيك شيء الا جرين جيل ابو 300 بعد، عطنا ابو 500 كذا. طيب ما فرقت المشكلة، 500 1000، انا مستحيل اعطيك 1000 ترى من هذه السيئة دي. صناديق تجيني تضغطك طبعا، معروف هذا الشيء، هو يسوي كل شيء اصلا. سيباستيان اخوي امس كان يطقطق علي يقول ايش اللي سيباستيان اسمه شباشني يا ولد. انا عاد حالتي حاله، ما كنت ادري، بس انا صراحة أنا افضل سيباستيان او سيبا، لان هو مكتوب اسمه سيبا، لكن هذا اتوقع من الاكسنت حقهم. بس ما تشوف هذه التجميعة ناخذها، لكن اللي عنده خبرة يعني يا ليل ام الليل رجع ذا، لا حول ولا قوة الا بالله. المهم انه فينا، اي هذا هو رأس الخزنة او ذا كيبر، هذا هو رأسه. لكن هو اتوقع انه هو اكثر من شخص ترى، لان يقولون ينشب لك وتذبح يجي لك تذبح، فهذا هو المفتاح تشوفون حق الخزنة. احنا نحتاج اصلا ذا عشان نبي نفك الخزنات عشان التروفي، فيعني ما اعرف ليش هنا ما في شيء. خلاص هذه التجميعات تنسونها، لا تنسونها يا اخوان. هنا انا صراحة صرت حريص، لان ماني فاضي اعيد اللعبة عشان تجميعها. اي والله تعيد اللعبة عشان تجميع يا اخوان. هنا ايش بيصير؟ ظاهر نيس، لا اوكي صح 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 الحين بنقابله، حط لكم سنايبر، ما راح نقاتل بس بنشوفه يعني، بوريكم اياه. اتوقع تعرفون اصلا هو ظهر، ظهر هو في يوم انخرجت انا اصلا، حسبت بيجي لكن بس كان يعني يخوفك. تشوفونه وين؟ هذا هو. عند ذا انخرش يا رجال، حس بالنكبة. الله يعيننا، بس مو انه في مراية فانا راح اسكت تمام، ما اعرف ليش. خلاص فنشوفكم ان شاء الله اذا رجعنا عند السيف روم. طبعا في تجميعات فركز ولا تسكب، الله يرحم ابوك. انا طبعا اكثر شيء ما احبه، نبي نتكلم شوي، اكثر شيء ما احبه اللي يلعب وبنفس الوقت يتابع المقطع. لا انت وقف اللعب، اضغط ستارت، شوف يمديك تضغط ستارت عادي. ها شوف يمديك، مو بلعبة سولز هذه ولا لعبة ثانية ما يمديك تضغط فيها ستارت ولا اونلاين، لا هذه لعبة عادية. ستارت، تابع المقطع، خلصت وصلت يعني جزئية تقول ودي اكمل شوي لين ما اوصل يعني، ها العب شوي كمل والعب. اما انك تلعب وتتابع هذا ترى مو بزين، والله يمكن تضيع لك تجمعات واجد، فركزوا بالله يا شباب. اوكي يا اخوان رجعنا لكم، هاي التجميع الثاني زي ما تشوفون. التجميع الاولى اخذناها قبل شوي اللي هي يوم تجي عند المراية، وهذا زي ما تشوفون التجميع الثالثة، او هذي او ما تجميع مؤنث، لكن هذا رجال اللي في البطاقة. الحين نروح نبي نفك، ايش اسمه نبي نفك، نسيت اسمه ذا يا اخي والله راح عن بالي. اي مفاتيح الخزنات نبي نفكها الحين. وطبعا اشكركم على المشاهدة، معلش يعني ما قد شكرتكم، يعني ما توقعت ان احد بيتابع صراحة يعني بيني وبينكم، لكن الحمد لله اشكركم والله على المتابعة. هذا طبعا يعني المهم، انا ما اعرف اسولف ترى والله ما اعرف يعني اشكر احد، بس كي شكرا وخلاص. اي بالودن صراحة حاليا صدق صرت استمتع فيها، في البدايات كنت مغصوب عليها لكن حاليا والله متعة متعة أسطوري. لكن الله يستر من الجبل السابع،
صراحة خايف عشان ذا كيبر واضح انه بيعقدنا، لكن ان شاء الله سهلات. وبكذا وصلنا لنهاية المقطع، بالنهاية تنسون اللايك والاشتراك وذكر الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وشكرا على المشاهدة، وبإذن الله نشوفكم في مقاطع ثانية، وفي أمان الله.